البرنامج ده أصلا كان الانتخابي أو البرنامج الحكومي اللي رفع الإطار هو يعني تفعيل الاتفاقية الصينية وإعادة الكهرباء. اليوم أكو مشاكل كثيرة، هذه المشاكل تجمع إذا لم تحل سياسيا لن تحل يعني اقتصاديا. يعني رأيتنا أن الحكومة القادمة تكون عندها رؤية اقتصادية أهم تكون عندها رؤية سياسية، لأن تعرف المشاكل الاقتصادية اللي يمر بها البلد اليوم، مشكلة ارتفاع سعر الدولار والأسعار والخدمات المتردية والكهرباء. اليوم اللي تشوف أنت اليوم تجهيز الكهرباء أصبح ساعة وساعتين في كل محافظات العراق، هذه يعني كارثة على الحكومة. طبعا هذه في دول العالم تستقيل هذه الحكومة ما تبقى، لكن اليوم أنت احنا اليوم بدنا نحكي عن تماسك الإطار، لأنه دائما هنالك من يحاول أن يفكك هذا الإطار. الإطار جاء من جمهور الشعب العراقي وليس جاء يعني من عملية انتخابية ربما شابتها بعض الشوائب، احنا ما نريد نرجع على هذا الموضوع، لكن هو جاء من رحم الجمهور العراقي، وجمهوره يضغط عليه أنه يشارك بأنه حكومة يكون بها الإطار يعني موحد وليس مجزأ. نحن نرغب بالتجزئة، يعني حتى في لما اتحد التقدم وعزم كنا مباركين لهذا يعني هذا الاتحاد، لأنه هذا الاتحاد في قوة للحكومة أو قوة للمكون السني قبل أن يكون قوة للحكومة. هذا نفس العملية، نحاول أنه نجعل البيت الشيعي والبيت الأخوة الكرد أنه يكونون موحدين في تشكيل بيتهم الواحد، فيما بعد ذلك راح يكون البيت يا العراقي أستاذ الواحد يا والشعب. أستاذ محمود أنا في المعارضة تصوري ندعو لها إحنا، المعارضة الإيجابية وليس السلبية. لا بالعكس، أنا عفوا راح المعارضة، بس رأيي خليني أوضح لك هاي النقطة. إحنا نقول باختصار دائما، بس دكتور اعطيني مجال هاي، لانه دائما نقول احنا روح للمعارضه، المعارضه مو غلط، المعارضه روح الديمقراطيه، لكن المعارضه تكون بعد تشكيل الحكومه. ممكن انت تجمع عدد من النواب كاطار او تيار او الاخوه في السياده او اتحاد او هذا، شكل رئيس الجمهوريه او اتفق على رئيس الجمهوريه، وخلي العمليه الديمقراطيه اللي انت نجحت عندك من انتخابات تقول انا عمليه ديمقراطيه ناجحه،